هلو يا سنة تالتة، عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ ليسن 4 في يونت 10، وهي آخر ليسن في اليونت دي. تعالوا نشوف الكلمات اللي علينا النهاردة. اوكي يلا ربيت افتر مي، قول وراي. change change، خلي بالك الكلمات اللي هي بتنتهي ب G وبعدها E or Y بنبدأ ج ج كده، كأن في D و G جنب بعض. change change يعني يتغير. change energy 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 يعني طاقة. energy bandage 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 village 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 danger 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 giraffe giraffe giraffe. اوكي كلهم فيهم ساوند الج ج. change energy bandage village danger giraffe. اوكي تعالى نشوف ايه الكلمات اللي علينا. كمان عندنا كلمة زي sand، يعني ايه sand؟ رمل. sand bones bones عظم bones. farming الزراعة farming farming. stomach معدة stomach stomach. factory مصنع factory. مسامير nails nails. distance مسافة distance. narrow narrow يعني حاجة ضيقة narrow. modern حديث modern. position مكان أو موقع position position. stick stick يعني يلزق حاجة stick stick. area منطقة area. wire silk wire wire. ram ram اللي هو منحضر حاجة عاملة زي التل كده. do an experiment do an experiment يعني يعمل تجربة. do an experiment. سطح surface surface. marks علامات marks. information information يعني معلومات information. smooth smooth يعني ناعم. human بشري human. messy messy يعني حاجة كده متلخبطة في بعض فوضوية بتنعكشة يعني. gently gently برفق يعني بالراحة gently. eraser eraser استيكة. transportation transportation اللي هي النقل زي مثلا الأتوبيس الطيارة السفينة كل ده transportation. اوكي ناخد بقى برضو الريجولار فيربس اللي هي الافعال المنتظمه اللي هي بتنتهي بD or ED or IED. مثلا lift الماضي بتاع lifted lift يرفع lift lifted lifted. يخزن store store stored stored. يعيد تدوير recycle recycle recycled recycled. يصنف sort sort sorted sorted. يقيس measure measure measured measured. يسافر travel travel traveled traveled. يلون paint paint painted painted. يبتلع swallow swallow swallowed swallowed. damage 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 damage. يحك rub rub rubbed rubbed. يجذب attract attract attracted attracted. اوكي read and learn. تعالوا نتعلم شوية معلومات النهاردة. are magnets useful in hospitals؟ هل الماجنت المغناطيس مهم في المستشفيات؟ تعالوا نشوف. uses of magnets. تعالوا نعرف ايه اصلا هي استخدامات الماجنت او المغناطيس. magnets are useful at home and at school. المغناطيس بيكون مفيد جدا في المدرسة وفي البيت. we take photos to magnetic surface or use magnets to keep doors closed. we take photos بنحط ايه مثلا بنلزق صورة على الماجنت. or use magnets to keep a door closed. بنستخدم المغناطيس عشان نخلي الباب يبقى مقفول. وكمان بنستخدم الماجنت في الميديسن في الطب. in hospitals an MRI scan اللي هو اختصار لكلمة magnetic resonance imaging uses a magnetic field to make pictures of organs inside our bodies. يعني ايه؟ احنا ممكن نستخدم المغناطيس في اللي هو يورينا اللي هو طبعا احنا بنعمل اشاعات وكده فبنشوف صور ده اللي داخل جسمنا بنشوف ايه اللي جوه جسمنا. لو بنستخدم المغناطيس
An X-ray can take pictures of bones, but MRI scan can give doctors more information. يعني ممكن الإكس إشعة الإكس راي ممكن اللي هي تورينا إيه اللي جوه في جسمنا، بس إشعة الـ MRI دي بتكون أحسن والدكتورز بيقدروا ياخدوا منها معلومات أكتر. The scans are very useful and save many lives. الإشعة ديت مفيدة جدا وبتنجز أرواح حياة ناس كتير جدا. We know that cows eat grass. إحنا عارفين إن البقر بياكل العشب. But sometimes we can eat bits of metal that are on the ground in field. بس ساعات هما بياكلوا ايه شوية حاجات كده في الأرض، ممكن ياكلوا معادن أو حاجة بياكلوها في الأرض. Such as nails or bits of wire. ممكن ياكلوا بتاع ده مسامير أو أسلاك. Farmers give a cow magnet to swallow. فيقوم ال الفلاح مدي للبقرة بتاعته مغناطيس تبلعه. The magnet stays inside the cow's stomach and attracts all the metal. فالماجنت المغناطيس بيفضل في المعدة بتاعة البقرة، فبيسحب لو البقرة واكلة أي مسمار أو أي سلك أو أي حاجة، فالحاجات دي بتروح على الماجنت اللي هي المغناطيس. This stops the metal from damaging the cow's digestive system. فدوت بيوقف الـ يعني الحاجات اللي هي زي المسامير كده، طبعا الماجنت بيجذبها ناحيته، فطبعا انت كده بتحافظ على النظام الغذائي او الجهاز الهضمي بتاع البقر. يبقى دافئ كمان نقدر نستخدمها زي ما احنا شفنا في الهوسبيتالز، وكمان في الفارمز في المزرعه نقدر نستخدم المغناطيس في المستشفيات وفي المزارع. طيب كمان ممكن نستخدمه في الفاكتوريز في المصانع. Big magnets can sort out materials for recycling or even move all the cores. احنا ممكن نقدر ان احنا نستخدم الماجنتس في ان احنا ايه نصنف المعادن. يعني في معادن مثلا لو احنا عايزه مثلا في معادن كتير موجوده، فانا عايزه اخد مثلا الحديد بس، طبعا الماجنت بياخد الحديد، فهتلاقي بيصنف المعادن من بعض اللي هو للريسايكلينج لاعاده التدوير، او ممكن تستخدمها كمان تستخدم المغناطيس مع اللي هو الفيري اولد كارز، نقل اللي انت ممكن تنقل السيارات القديمة، اوكي تنقلها من مكان لمكان. كمان بنستخدم الماجنت في مع الكمبيوترز، بنستخدم المغناطيس مع الكمبيوتر. Magnets are used to store information in computer. الماجنت بيقدر اللي هو يعني بيستخدم اللي هو ايه يحوش او يخزن المعلومات في الكمبيوتر. ازاي؟ The magnetic area is used for the area narrower than human hair. انت متخيل ان اللي هو المساحات اللي بتستخدمها المغناطيس في الكمبيوتر بتبقى يعني اضيق خالص، مش بتاخد مكان خالص، كانها اضيق من الهيومن هير اللي هو شعر الانسان. اوكي وكمان نقدر نستخدم الماجنت في الترانسبورتيشن. يعني ايه ترانسبورتيشن؟ يعني النقل والمواصلات. Some of the most modern train system use magnets. معظم القطارات الحديثة بتستخدم الماجنت. The train is lifted off the ground so it has less friction. فيعني القطر بيبقى فوق بيرتفع شوية عن الأرض، فعشان ما يعملش ما يحتكش قوي بالأرض فيقلل سرعته. احنا خدنا قبل كده الاحتكاك بيقلل السرعة. The magnet keeps it in the right place. المغناطيس بيخلي القطر في مكانه الصحيح، بعد ما يترفع كده بيشده تاني. The train can travel very quickly. والقطر يقدر اللي هو ينتقل بسرعة جدا أو يتحرك بسرعة كبيرة. أوكي تعالوا بقى دلوقتي نحل الإكسرسايز بتاعنا. Underline the correct word. نحط خط تحت الكلمة الصح. Magnet or friction or medicine is a contact force between two surfaces. تبقى طاقة وصل كده بين سطحين، دي اسمها ايه؟ برافو. Is a friction اللي هي الطاقة اللي هي بين شيء. The pupils use a razor. ان الأولاد بيستخدموا الأستيكة to move or play or rub out pencil marks.
هو عشان يمسحوا. يمسحوا يعني ايه؟ rub ايه؟ to rub. yes rub out يعني يمسح. يقعدوا يمسحوا كده الميرو صوص. we can put glue and water or sand or milk on rub. نقدر نحط glue. glue يعني صمغ. نقدر نحط صمغ وايه على الرامب المنحدر. yes we can put glue and sand. sand يعني ايه؟ رمل. number four, can you does or do or during the experiment. بعد can بيجي الفعل في المصدر يبقى can. ايه؟ can you do. number five, cows can friction or move or swallow magnets to protect their digestive system. البقر يقدر اللي هو ايه؟ برافو. swallow. swallow يعني ايه؟ يبلع. يبلع المغناطيس عشان يحافظ على الجهاز الهضمي بتاعه البقر. we use wire or factors or magnets to keep doors closed. بنستخدم ايه عشان نخلي الابواب مغلقه؟ نستخدم الماجنتس المغناطيس. we use a magnetic field to make a pictures of. بنستخدم المجال المغناطيسي عشان نعمل صور الايه؟ inside our bodies جوه اجسامنا. members ولا phones ولا organs. طبعا organs الاعضاء اللي جوه اجسامنا. number 8 MRI. MRI play or run or scan give doctors more information. اسمه MRI scan اللي هي الإشاعة اللي بتدي الدكتور الدكتورز معلومات أكتر. cows eat meat or bones or grass. الكاو بيأكلوا إيه؟ الجراس العظم. farmers give a cow a magnet to ball swallow bush metals. الفارمرز المزارعين بيدوا بياكلوا بياكلوا البقره حته يعني مغناطيس كده عشان ايه؟ يعمل ايه في الميتالز؟ برافو. تو بول. بول يعني ايه؟ يسحب الميتالز يجرها ناحيته كده. the magnetic stay inside the cow's stomach and ايه all the metals. برافو. and attracts يعني attracts. اوكي يعني attracts يعني يجذب. number 12 magnets swallow stop the metal from the damaging the cows cycling or damaging or digestive system. اللي هو المغناطيس اللي بيبلعه اللي بتبلعه البقره ده بيساعد ايه؟ اللي هو بيحمي البقره من ايه؟ من تدمير ايه؟ ال digestive system او الجهاز الهضمي. number 13 magnets are used to المغناطيس بيستخدم لايه؟ to play or move or store information in computer. طبعا store بيخزن المعلومات في الكمبيوتر. magnets attract المغناطيس بيجذب ايه؟ الميتال ولا الواد ولا الووتر؟ طبعا الميتال. smooth ramps can make less or much or more fraction. لما كل ما الارض تكون مسطحه ناعمه وجميله كده ده بتخلي الفراكشن يكون اكتر الاحتكاك يكون اكتر. لا كده بيعمل ايه؟ less fraction. less fraction يعني احتكاك اقل. write the sentence. تعال نكتب جمله. it's magnet. فابدا اقول ايه؟ it هو يكون magnet يبقى it ايه؟ it is a magnet. ونحط نقطه. number 2 this compass. يبقى this is a compass. هذه تكون بوصلة. number 3 I map. يبقى ايه؟ I use. هقول مثلا انا استخدم خريطة. I use the map. استخدم الخريطة. بقى كده كوننا جمل. يلا البيج اللي بعديها. complete using the words in the bracket. هنكمل باستخدام الكلمات اللي في القوس. using the MRI scan in hospital can save اللي هي اشعه الMRI ديت في المستشفيات كان بتقدر اللي هي تنقذ ايه؟ برافو. lives يعني تنقذ حيوان حياه الانسان يعني. number 2 cows can magnet to protect their digestive system. الكاوس ممكن يعملوا ايه في الماجنت؟ برافو. swallow يعني ايه؟ swallow يبلعوا مغناطيس عشان يحافظ على جهازهم الهضمي.
Number three, big magnets can eat metal. All the cars in factories can eat. Oh, can move. يعني إيه؟ يعني اللي هو الماجنتس المغناطيسية الكبيرة بقى تقدر اللي هي تحرك المعادن الكبيرة في المصانع والعربيات القديمة. طيب 4 computers use magnets to store. الكمبيوتر بيستخدم الماجنت عشان to store ايه؟ برافو information المعلومات يخزن المعلومات. Okay, number 5 trains that use magnets can travel more quickly because they have less in القطار اللي فيه ماجنت اللي فيه مغناطيس ممكن يتنقل بشكل اسرع لان هو عنده ايه less ايه برافو less friction بيتنقل اسرع لانه في طاقه احتكاك اقل. يلا exercise number 4 دي conversation او dialogue بين احمد وايمان. في كلمات بتساعدنا اهي. What makes an object slower؟ قال له makes the object move slower. قال له what is it is a type of. اوكي تعالى بقى نستخدم كلمات من فوق. What makes an object a slower؟ انا عايز اقول ايه اللي يخلي شيء يتحرك بشكل افضل، يعني يتحرك بقى move slower. اوكي قالت لها ايه makes the object move slower، ايه اللي بيخلي slower، ايه اللي بيخلي الحاجه تتحرك بشكل ابطا؟ الفراكشن. برافو اللي هو الاحتكاك. What is magnetism؟ ايه هي الماجنتيزم؟ ايه هي القوة المغناطيسية؟ قال له ايه؟ It is a type of force، يعني نوع من الايه؟ الطاقة. اوكي يلا exercise number 5 read the following passage. تعالوا نقرا الباسج دي. Cows are big animals، البقر حيوانات كبيرة. They usually eat grass، عادة بياكلوا ايه عصب. But sometimes they can eat bits of metal that are on the ground in fields، بس ممكن ياكلوا هما بياكلوا العصب ممكن ياكلوا مسامير او اي معادن. Such as nails and bits of wire، زي المسامير قلنا والاسلاك. Farmers give a cow a magnet to swallow، فالمزارعين بيدوا الكاو مغناطيس يبلعه. The magnets stay inside the cow's stomach، فالماجنت بيفضل في المعدة بتاعت البقرة. And attracts all metal، بيجذب كل المعادن اللي هي اكلتها. This stops the metal from damaging the cow's digestive system، وده بيمنع المتل من تدمير الجهاز الهضمي بتاع الكاو. اوكي تعالوا بقى للاسئله. How does a magnet help farmers؟ ازاي الماجنت بيساعد المزارعين؟ يبقى اهي farmers give a cow magnet to swallow، يبقى دوت كده دي نمبر 1 اهو، يعني المزارعين بيستخدموا الماجنت عشان يدوه للكاو فتبلعه فالماجنت يشد كل او يجذب كل المعادن اللي الكاو كلتها. Number 2 what do cows usually eat؟ البقر عادة بياكل ايه؟ بياكل ايه؟ grass. They usually eat grass. Okay, choose the correct answer. جاوب على نختار الإجابة الصحيحة. The magnet stays inside the cow's stomach and attracts all the المغناطيس بيبقى في جوه معدة الكاو وبيأتراكت كل إيه؟ all the metals كل المعادن. Cows are small ولا tiny ولا large animals؟ الكاوس دي عبارة عن برافو large animal يعني حيوانات كبيرة. Okay, exercise number 6 read and match. Measure find the size، انك تقيس حاجة، انك تعرف حجمها او الطول بتاعها بتاع الحاجة دي. طيب number 2 ramp، ايه هي ramp؟ a slope that connects two places at different levels. الرامب دوت هو مكان كده
بيوصل مكانين ببعض. رول يعني ايه؟ action of turning over، يعني يتدحرج. number 7 supplies a missing letter. تعالوا نشوف ايه هو الحرف اللي ناقص. factories، حرف ناقص هنا ايه؟ factories حرف ال r. nails، حرف ناقص هنا ايه؟ ai. wire، حرف ناقص هنا برافو ie. انت كده ramp اللي هو منحدر ramp. اوكي there exercise number 8 read the following passage. نقرا الباسج اللي قدامنا دي. we have so much energy، عندنا طاقه كتير. we will go to the village for an adventure in the village، هنروح الفاليج هنروح القريه عشان نعمل شويه مغامرات. in the village we can see trees grass and farm animals، في القريه نقدر نشوف شجر نقدر نشوف عشب نقدر نشوف الحيوانات بتاعه المزرعه. it is very interesting، حاجه حلوه قوي. you will enjoy the fine weather، هتستمتع طبعا بالجو الجميل. we will be very happy، وهنكون ايه سعداء للغايه. okay where will you go، where will you go، هتروح فين؟ we will go to the village for adventure. see number 1 هنروح للفاليج هنروح للقريه عشان نعمل مغامره. what can you see in the village، هتقدر تشوف ايه في الفاليج؟ اهو we can see trees and grass and farm animals، هتقدر تشوف اشجار حشائش وكمان الحيوانات بتاعت المزرعه. طيب choose the correct answer، تعالى نشوف الاجابه. we will enjoy the farm ولا fine ولا fine weather، هو كاتب ايه؟ fine weather، هتستمتع بالطقس الجميل. you will be very sad or bored or happy، هتكون ايه؟ sad حزين ولا bored ملان ولا happy سعيد؟ طبعا اوكي كده كده خلصنا lesson 4 من unit 10. اشوفكم المرة الجاية هنعمل مراجعة سريعة كده على unit 10 كلها، فذاكروا كده اليونت راجعوها شوفوا الجرامر اللي كان فيها الكلمات المهمة عشان نكون جاهزين للتست اللي احنا هنحله المرة الجاية ان شاء الله. اشوفكم المرة الجاية، باي باي.